اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في. رجعنا لكم من جديد من نفس المكان من سيدي معروف. جينا لهذا الواد الحار اللي مكرف السكينة، تبعنا الواد الحار حتى الاخر ديالو باش نشوفوه، كنلقاو ان العواد والقراعي والازبال كرمات وتجمعات هنايا، وهذا الشيء راه كيرجع للناس الكرم هنا والرائحة كتبقى. وحنا كنعرفوا واد الحار كيدوز من تحت الارض ماشي من فوق الارض. واد الحار دايز الشركات كاملين كيلوحوا في البرودويات ديالهم هنايا. السفينة ها هما. السلام عليكم. وعليكم السلام اولدي. اش هاد الكارثة مهمتي؟ واوليدي اش غادي نقول لك الكارثة، راه حنا طحنا في كارثة وخيبة بكل صراحة. يعني هاد الحالة اللي كنعيشوا فيها راه ما هي حالة. الريحة اللي كاينة في الزنقة كاينة في الدار. الريحة اللي كاينة في الزنقة واللي كاينة في الواد الحار كاينة في الديور. أقسم بأي الرحمن ما كنحلو. شني ولا تقرنا منها، الضو تمنعنا منه، الشفرة ما نقولش لك عليها بنهار وشمس تحرك، راه عندي فيديو والله. شدينا واحد كيخون مع 11 ونص النهار، كيشفر في الدار حدانا وحنا كنشوفوا، راه اللهم إن هذا منكر. حتى حاجة ما كتفرحنا، أنقول لك الصراحة، خدينا سيدي الدار ب 13 مليون، سيدنا الله ينصره معاونا ب 13، هي 26 مليون. ما تزادش علينا حيت حنا خلصناها، واللي ما خلصهاش راه كيدوبل عليه، فهمتي؟ ما خلصش كدوبل عليه. واللي شاري 26 حتى هي كريدي. حتى هي كدوبل عليه، أي واحد خدا كريدي كدوبل عليه. ونقول لك ولدي. الأول فاش جيتو، الأول فاش جيتو، هاد الواد الحار ما وراوش لك. وراو لينا وليدي راه كان غابة، وقال لك غادي نصلحو، وصلحوا الحيحة والقيامة. الاصلاحات هما هذوك، راه كانوا جابوا شي قوادس غادي يديروهم وتبدل لهم البروغرام وحيدوهم خلاو. شوف هذه حاله، هذه اه وهذه حاله. دابا ها هو المهنميه حشومه الشفاره الضو ما كاينش، ورا الاعدام هو هذا، راه الاعدام ولدي هو هذا، راه لا طاحتك عفوطه ما كتقدرش تنزل مورا الواد، راه اللهم انا هذا منكر. راه حنا عينا وليدي الحناش كيخرجوا بحال هكا كيتلاقاو معاك فاس، يعني دخل انت طلع انت ولا نهبط انا واحد فينا. انا مره اللي كتشوف فيا عدو بلا، انا ما قلت انا راه السيد عنده الفيديو. الا قتلت حنش قد ما ميلو، راجل بنتي شادو بعصا من راسو وحنا كنعطيو بالحجر، حتى قتلناه وهزينا طالع عندنا في الدروج. ايوا دخلت عليك بالله، حنا ساكنين حتى حنا كيف الناس زعما في الديور وديور الياسمين والحيحه وهذا، ولا ساكنين في غابه. حتى واحد ما بغيناش حنا ديك النظافه، هذيك النظافه انا مره ننظف هذيك النظافه. شي هاد الشيء تعطيني اليوم الغدا تلقى هاد الشيء كله منظف. حنا باغي القوادس، حنا بغينا هاد الحاله تحيد، حنا بغينا هاد الوادي يتغطى. راه حنا تقهرنا، راه حنا تقهرنا اللهم ان هذا من كره. الواد كيقطعوه الشفاره، راه الدار اللي كنسكن فيها انا غادي تمشي ولا راه اون فاس معنا هكا ساكنين في الشجره. الشرجم مع الواد بحال كتشوف هاد الحاله، راه اللهم ان هذا من كره. راه الحالة لا يرثى لها، كيجيو شي رهوط ما كتعرفهمش، ما تقدرش تقول لي تا فين غادي. الظلام واش واحد الحالة مكرفصة؟ ما كاين ما نقول لك أولي، ما كاين ما نقول لك، اللهم إن هذا منكر. حنا ما بغينا نظافة، النظافة لازم عليهم، ولا داروا درنا حنا شي حاجة نحيدوها. السكينة ديال المدينة القديمة كلها، كلشي قلبهم ربي اللي عالم به، كلشي كيبغي يتحد، كلشي كينقي، حتى لهاد الناس أخويا اللي ما بقيت عرفت فيهم أنا والو. الناس عداد اللي ولا كيقول لك انا باغي نبيع ونمشي بحالاتي. والشاري راه كيجي الشاري كيبان ليه الواد وتبان ليه شني ولا ويقول كان هنا. ما يبقاش عاود يدور. هاد الديور كانوا عاطينهم قال لك الديور البوليس، وعطوني عطاهم لينا حنا ديور السيفيل كينتقموا منا. اللهم انا هذا. والله القسم اللهم انا هذا ولدي، راه حنا تقهرنا تقهرنا، وبالاخص الحناش عباد الله. الحناش راه كيخرجوا معانا، راه كيدخلوا معانا. راه الحنش هاكا انا كنتسنى هاكا حتى كيتخبى في يتخبى في الشوك عاد كنخرج انا. ها هو السيد هاو كاين ولا ما كاينش السي مصطفى؟ والله ما انا هذا. حنا دابا ساكنين زعما راه حنا تاعنا خلصين فلوسنا باغي نعيشوا تاعنا، غير داك الشيء اللي بقى لنا في عمرنا تاعنا شويه مزيان. ولكن الا كان بنادم كيخلص الضرائب كيخلص الواجبات عليه، عندنا واحد الشهر دا يتبنى فيها موبل، ما ديدك تقطع توصل تسعود ما تقدر لا تطلع لا تهبط. هذيك الا خرجت تعيط على مرجعي في الغاده، يعني الفوله ما كايناش الضوء وما كاينينش لداخل.
هادشي ولدي ما كان، كنا كنسكنوا في حرس بن سلامه زعما حمدنا ربي وشكرنا كون عا خلاونا. الله يا وليدي عام عريض راه مضوي علينا، مضوي على المدينه كلها بالاضواء ديالو. وهاد السيد راه ولدي اش غنقول لك، لا اله الا الله، الله يدير ما اش كيشتو معنا مشاهدي قناة سوق تيفي. الناس مكرفصة، الناس عيات، الناس دوات بزاف، كاين الناس اللي مبغاوش يتجمعوا، الناس مبقاوش باغيين يجيو، قال لك صافي ما بقيناش لقينا الحل، الناس حتى واحد ما تصنت لهم هنايا. هانتوما كما كتشوفوا معنا غا الخلا، الواد الحار، شتني ولا السارقة كاينة هنا، الناس راه ما بقات حتى شي حاجة اللي غدوي عليها زوينة، حتى حاجة زوينة هنا كاينة يدوي عليها ما كايناش، كلشي الناس مكرفسين. شكرا لكم مشاهدي قناة شوك تيفي، إلى حين بشر آخر إن شاء الله.